السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية تاع أم بواقي لنقف على الأشغال تاع سك الحديدية تاع الخط اللي يربط ولاية أم بواقي بولاية خنشلة على يعني من نقطة تاع بلدية فكيرينا بأم بواقي إلى مدينة عين البيضاء بولاية خنشلة. إذن أعلى امتداد مسافة 57 كيلومتر، ونلاحظ يعني حسب الصور أن الأشغال راهي في على مستوى تهيئة الرواق تاع الخطوط هذه. نخليكم تتابعون ما تبقى، والسلام عليكم.